إن شاء الله في الفيديو ده هبدأ أتكلم عن عمل الـ ANT، وتحديداً هبدأ بجزء الليركس. بس قبل ما أبدأ كلام عن العملي عايز أقول حاجة مهمة، أي سلايد موجودة في PDF إحنا مطالبين بيها وممكن تجينا في الامتحان، لكن هتلاقوني مقسم السلايد أو السلايدز لثلاث حاجات. رقم واحد سلايدز مهمة، رقم اتنين سلايدز ممكن تيجي، رقم تلاتة سلايدز ما بتجيش. التقسيمة دي تقسيم الدكتور جامع، وأقسمها بناء على ايه؟ السلايدز المهمة دي سلايدز جت في امتحانات قبل كده وبتتكرر كتير، السلايدز اللي ممكن تيجي هي ما جتش قبل كده في امتحانات بس ليه لا يعني هي واضحة فممكن تيجي. طيب السلايدز اللي ما بتجيش دي سلايدز مش واضحة وصعب ان هي تيجي في الامتحان. طيب انا بقول الكلام ده لان التقسيمه دي تقسيمه وديه من دكتور جامع، فانا ما اقدرش احاسب القسم عليها. القسم اي حاجه موجوده في البي دي افات او الباوربوينت اللي هو نزله احنا مطالبين بيها. نيجي بقى نبدا في تحشيشات جزء الليركس. ممكن وانا بقول التحشيشات الدنيا ما تبقاش واضحه قوي، بس ان شاء الله بعد كده لما نيجي نطبق على السلايدز الدنيا ان شاء الله تتظبط خالص يعني. طيب انا لما يبقى قدامي سلايد من الليركس بعرفه عن طريق حاجة من الست حاجات دول، اما ان السلايد ده يكون ليه شكل مميز يعني اول ما ابص عليه بعرف على طول الدياجنوز بتاعه، ودول هنقولهم بالتفاصيل، او ان يكون في بلالين والبلالين دي بحدد منها السيست والبولب والنديول وهنعرفهم برضو، او يكون في لون مميز زي مثلا اللون الابيض في اليوكوبليكيا، او في دايرة في النص والدايرة دي هعرف منها الاستينوزس وبرضو هنشرحها بالتفصيل، او في ماس بقى اللي هو بتاع الكارسينوما، او ما لقيتش اي حاجة من اللي فوق دول ببدأ ابص على الثيكنس بتاع الفوكال كورد ذات نفسه فببدأ احدد بقى هل هو تخين هل هو رفيع وكده. يبقى هي واحدة من الستة دول بتبدأ تديني الدياجنوزس الصحيح للسلايد اللي قدامي. طيب اول حاجه الاشكال المميزه، الحاجات اللي الاشكال المميزه زي الاجهزه والعمليات دول بعرفهم على طول يعني ده شكل مميز للجهاز. طيب او بعد كده بقى في ثلاث حاجات، في الكونجينيتال ويب اللي هو الفوكال كورد ويب، وفي اللارينجيال إديما، وفي اللي هو البابلوم. طيب الكونجينيتال ويب دي شبه رجل البط بالظبط، شبه رجل البط يعني دي كده هي دي الكونجينيتال ويب، فدي شبه كده بالظبط رجل البطه هنا اهو، دي برضو الكونجينيتال ويب شبه رجل البطة هنا اهو، دي كده رجل البطة، دي رجل البطة مش السلايد ماشي. طيب يبقى أول حاجة الكونجينيتال فوكال كورد ويب دي شبه، أو الجلوتيك ويب دي شبه رجل البطة. طيب لو أنا لقيت سلايد مرسوم فيها الهارت ده أو شكل القلب يبقى ده على طول أعرف إن هي اللارينجيال إديما. في شكل مميز كمان اللي هو شكل الفقاعات اللي هو ده شكل مميز للباب اللومة. طيب الفقاعات دي ممكن تبقى أكتر من واحدة فبسميها مالتيبل، يعني دي أكتر من واحدة فدي يعتبر بالنسبة لي مالتيبل تمام. طيب دي كمان مالتيبل ودي مالتيبل، دي واحدة بس فدي سنجل. المالتيبل بتحصل في التشيلدرن والسنجل دي بتحصل في الأدلت. يبقى أنا كده عندي الأشكال المميزة، عندي ممكن تكون جهاز او عمليه، ممكن يكون اللي هو الكونجينيتال فوكال كورد ويب اللي هو رجل البطه، ممكن يكون القلب اللي هو الهارت، ممكن اللي هو الرينج القديمه، ممكن يكون بقى فقاعات دي تبع الباب اللومه. طيب بعد كده لو ما لقيتش حاجه من الاشكال المميزه دي بقى ولقيت بالونه، طيب لو لقيت بالونتين فوق، لو لقيت بالونتين فوق فدي اللي هم كده اتنين فوق فدي الفوكال كورد نديول، لو لقيت بالونتين تحت فدي الانتيوبيشن جرانيولوما. طيب لو لقيت واحدة بس وموجودة في اليمين، واحدة بس موجودة في اليمين يبقى دي الفوكال كورد سيست، لو لقيت واحدة بس وموجودة في الجنب الشمال فدي الفوكال كورد بوليب تمام. يبقى انا عندي البلالين لو اتنين فوق يبقى دي الفوكال كورد نديول، اتنين تحت انتيوبيشن جرانيولوما، لقيت واحدة يمين يبقى دي الفوكال كورد سيست، واحدة شمال يبقى دي الفوكال كورد بوليب. طيب ما لقيتش بلالين بقى ولقيت لون ابيض بالشكل ده موجود على الفوكال كورد مختلف عن لون التشو، لازم يبقى مختلف عن لون التشو يبقى دي الليوكوبليكيا. طيب ما لقيتش اللون الابيض بس لقيت في النص دايره بالشكل ده، دايره بتكون غالبا بتكون يعني مايله للسواد شويه لان هي بتبقى داخله لجوه تمام، فلو لقيت دايره بالشكل ده في نص الفوكال كورد او الاثنين فوكال كورد يبقى ده السب جلوتيك استينوزس، يبقى دي السب جلوتيك استينوزس. طيب ولا لقيت لون ولا لقيت الدايره بس لقيت عندك ماس تمام، لقيت ماس، في ماس موجوده على الفوكال كورد ممكن تعمل لي ايه؟ ممكن تخلي لي الفوكال كورد كده متبهدل، الفوكال كورد كده يبان سليم والفوكال كورد الثاني بيبان على انه بايظ كده او متبهدل كده تمام، فده بسميه الفوكال كورد كارسينوما او الجلوتيك كارسينوما وهنعرف برضو شكلها ازاي.
طيب ممكن الاقي الاتنين فوكال كورد بالشكل ده بدأوا يقفلوا على بعض او يدخلوا على بعض ويعملوا لي شكل نفق، يدخلوا على بعض ويعملوا لي شكل النفق، فده برضو عبارة عن جلوتيك كارسينوما او فوكال كورد كارسينوما. طيب ممكن الاقي ماس قدام الفوكال كورد، لو لقيت ماس قدام الفوكال كورد فدي عبارة عن سوبرا جلوتيك كارسينوما، سوبرا جلوتيك كارسينوما. طيب لا لقيت بقى لا لون ولا بلالين ولا شكل مميز ولا ماس ولا لون معين او دايره في النص، يبقى انا كده هبدا ابص على الاثنين فوكال كورد اشوف السيكنس بتاعهم عامل ازاي. والله لو لقيت الاثنين السيكنس بتاعهم بدا يزيد، يعني مش ده الشكل الطبيعي اللي انا متعود عليه، فده عندك عباره عن كرونيك لارنجايتس، كرونيك لارنجايتس اللي هو الراينكس اديما. طيب لو لقيت بقى واحد، لقيت فوكال كورد واحد تخين واحد رفيع قوي وباين قوي ان هو رفيع، فده عبارة عن vocal cord paralysis، vocal cord paralysis. ده كده بالنسبة للتحشيشات، هو طبعا كلام مش علمي يعني، ده حاجات انا اخترعتها كده مع نفسي عشان نبدأ نسهل بها الدنيا. تعالى بقى نطبق التحشيشات اللي احنا قلناها على سلايدس اللاركس. اول حاجة anatomy of the larynx دي ما بتجيش، بعدين عندي جهاز اللارنجوسكوب او اللارنجوسكوبي، دول له اتنين سلايدس، الاتنين دول مهمين قوي وانا متوقع ان ممكن واحدة تجينا منهم في الامتحان. طيب examination of the larynx يعني ممكن بعدين عندي الاندوسكوبي في الابر ريسبيراتوري تراكت، الاندوسكوبي في الابر ريسبيراتوري تراكت لان هو هنا داخل تحديدا من النوز اهو، تمام. طيب بعدين عندي ادي دايركت الاندوسكوبي، دي ما بتجيش، اي حاجه نورمال ما بتجيش، يعني اي حاجه في البي دي اف نورمال هي مش بتيجي في الامتحان. هنا برضو النورمال بوزيشن بتاع الفوكال كورد ما بتجيش، دي الفوكال كورد ويب او الكونجينيتال اللي هي رجل البطه اللي احنا قلنا عليها، ده كده شكل رجل البطه، تمام، وادي شكلها هنا اهو، دي رجل البطه شبه رجل البطه يعني. طيب الكرونيك لارنجايتس او الراينكس اديما هي موجوده في السلايدس اللي نزلها الدكتور ككرونيك لارنجايتس، مش مكتوب راينكس اديما، بس دكتور جامع قال ان هي تمشي راينكس اديما باعتبارها كرونيك، فانا حطيتهم عشان لو في الاختيارات ما لقيتش كرونيك لارنجايتس فتختار راينكس اديما، تمام. طيب لو لقيت الاثنين مع بعض كرونيك وراينكس، واعتقد ده مش هيحصل، اختار اكيد كرونيك. طيب انا عرفت ازاي كرونيك لارنجايتس؟ انا في التحشيشات قلت بعرف الكرونيك لارنجايتس باستبعاد كل الحاجات اللي انا قلتها قبل كده، يعني مفيش لا بلالين ولا في اي شكل مميز مثلا كرجل بطه والكلام الفاضي اللي احنا قلناه ده، مفيش لون مميز برضو، مفيش دايره في النص ولا في ماس، فبلجأ عندك ان انا ابص للثيكنس بتاع الفوكال كورد ذات نفسه، هل هو تخين ولا رفيع. طيب ممكن حد يقول لي ان ده لون، لا انا قلت لون مختلف عن لون التيشو، فده لون نفس لون التشهو، فده بالنسبه لي مش ليوكوبليكيا. طيب دلوقتي تخين ورفيع والكلام ده، الفوكال كورد ده وده الفوكال كورد، هل انت شايف ان في اي اختلاف في الثيكنينج بتاعهم؟ هل شايف واحد تخين واحد رفيع؟ لا، طالما مش واحد تخين واحد رفيع يبقى ده مش باراليسيس، يبقى ده على طول كرونيك طيب دي برضو نفس السلايد كرونيك لارنجايتس، وهنا بيقارن لي ما بين النورمال اللي هو الفوكال كورد هنا صغير قوي او رفيع قوي، وهنا بدا يحصل فيه ثيكنينج. طيب دي كرونيك لارنجايتس برضو، دي يعني ما بتجيش، بس حتى لو جت بالنسبه لي مش هتفرق حاجه، اولا ده نفس اللون بتاع التيشو، ده مش لون ابيض ومفيش اي حاجه مميزه، لا في سيست ولا في اي حاجه، فبالنسبه لي ده هعرف على طول ان هي كرونيك لارنجايتس. فوكال كورد نديول يعني دي سلايد ما بتجيش لان هي مش واضحه قوي، هو ده النديول عامه، المفروض في واحد هنا كمان بس مش واضح. بعدين دي بقى اللي بتيجي، دي واضحه قوي. انا بعرف النديول ازاي؟ بعرف النديول ان انا دي اولا في بلالين، تمام، فدول بالونتين والبالونتين دول موجودين فوق، يبقى دي بالنسبه لي فوكال كورد نديول، تمام، ادي بالونتين والبالونتين موجودين فوق، فده هو الفوكال كورد نديول. طيب تعالى هنا برضو ادي بالونتين، ماشي، ادي بالونتين برضو هنا، البالونتين دول موجودين فوق، فده برضو الفوكال كورد نديول. طيب هنا انا عندي بالونه واحده بس مش بالونتين، والبالونه دي موجوده يمين، موجوده يمين، يبقى دي الفوكال كورد سيست زي ما احنا قلنا، انا قلت اهو بالونه واحده موجوده يمين يبقى دي الفوكال كورد سيست، لو شمال يبقى بوليب، فدي الفوكال كورد سيست. طيب او يعني بتبقى اللارنجوسيل في الاختيارات، لو جاب لك اللارنجوسيل في الاختيارات فصح. الفوكال كورد او الراينكس دي ما نفس الكلام اللي احنا قلناه، دي برضو سلايد برضو مهمه، نفس الكلام اللي احنا قلناه بقى، انا قلت هنا ان مفيش اي شكل مميز، مفيش بلالين، مفيش لون مميز، مفيش دايره في النص،
ومفيش ماس، وفي نفس الوقت هنا الفوكال كورد مش رفيع، يعني الفوكال كورد عادي، الاتنين تخان هنا. فبالنسبة لي دي هي الراينكس ديم. فوكال كورد برضو بتاع الراينكس ديم برضو نفس الكلام، مفيش اي حاجة مميزة، مفيش لون مميز موجود فيها مش موجود في باقي التشوي، يعني اللون ده هو نفس اللون ده، مفيش اي بلالين او اي حاجة زي كده، سيست وبولب، مفيش اي ماس موجودة قدام الفوكال كورد او فول فوكال كورد ذات نفسه. دي برضو سلايد مهمة جدا وبتتكرر كتير قوي في الفوكال كورد راينكس ديما. طيب ده لون؟ لا ده مش لون، ده نفس لون التيش اهو، تمام. فدي مش ليكوبليكيا. طيب دي مش ممكن اعتبرها سيست؟ لا دي مش سيست، ده الإديمة نفسها، يعني ده شكل الإديمة. السيست بتبقى اصغر من كده، مش بتبقى بالكوبري ده كله. فدي سلايد مهمة قوي للفوكال كورد راينكس ديما. طيب هنا في بلالين، في بلالين تحت اهو، في بالونتين تحت، وطالما قلت بالونتين تحت يبقى دي على طول اعرف ان هي انتيوبيشن جرانيولوما، تمام. ادي بالونتين تحت، فدي انتيوبيشن جرانيولوما. هنا برضه اهو مش واضحه قوي، بس في بالونتين تحت او هم تحديدا، دي برضه انتيوبيشن جرانيولوما. يعني الصوره دي مش صعب النتيجه بصراحه، دي اللي بتيجي مهمه يعني. بعدين عندي الفوكال كورد ليوكوبليكيا. الفوكال كورد ليوكوبليكيا انا قلت حاجه بيضة او لون ابيض على الفوكال كورد مختلف عن لون التيشو، وده واضح قوي ان هو مختلف عن لون التيشو اهو، يعني واضح ان هي مختلف عن لون التيشو العادي. فده بالنسبه لي هو الليوكوبليكيا بقى هنا. فهنا زي ما قلنا في لون ابيض على الفوكال كورد مختلف عن لون التيشو. طيب هنا برضو دي الليوكوبليكيا، يعني ممكن تيجي برضو لون ابيض اهو مختلف عن لون التيشو ذات نفسه. طيب هنا دي واضحه قوي ودي بتتكرر كتير جدا، الليوكوبليكيا برضو لون ابيض اهو مختلف عن لون التيشو. يعني بص هنا ده اللون الابيض اهو اللي بتاع لون التيشو نفسه، فده مش ابيض بالنسبه لي، الابيض بتاع الليوكوبليكيا هو اللون ده. طيب دي اللي برضو ما بتجيش، بس لو جت ادي لون ابيض واضح جدا، فده الليوكوبليكيا. هنا برضو الليوكوبليكيا برضو اللون الابيض هنا واضح اوضح من لون التيشو، يعني اكيد درجه اللون ده غير درجه اللون ده خالص. ده بالنسبه لي ممكن اعتبره اصفر مثلا او يلو، انما ده لون ابيض. طيب بعدين الساب جلوتيك ستينوزس. الساب جلوتيك ستينوزس لو رجعت هنا تاني، انا قلت دايره في النص، دايره في النص، يبقى دي يعتبر ساب جلوتيك ستينوزس، ودي واضحه قوي ان هنا اول ما بدخل يعني هنا في دايره في النص اهو. يعني بص كده للرسمه دي او بص للصوره دي، الصوره دي مثلث تمام، انما هنا في دايره في النص، واضحه جدا ان هي دايره في النص، فدي الساب جلوتيك ستينوزس. دي برضو دايره في النص ودي ساب جلوتيك ستينوزس، هي ما بتجيش، بس حتى لو جت انا بصيت لقيت دايره في النص، فدي ساب جلوتيك ستينوزس. دي البابلوما في التشيلدرن، ودي مالتيبل ان هي اكتر من واحده، وده الشكل مميز طبقا للتحشيشات اللي احنا قلناها من شويه. نيجي بقى للسوبرا جلوتيك ماس او سوبرا جلوتيك كارسينوما. هو انا بعرفها ازاي؟ من التحشيشه انا قلت السوبرا جلوتيك ماس دي ماس موجوده قدام الفوكال كورد، يعني باعتبار ان ده الفوكال كورد فهي دي الماس اللي موجوده قدام الفوكال كورد. طيب تعالى هنا نحدد الكلام ده، ادي ده الفوكال كورد وادي ماس موجوده قصاد الفوكال كورد، هنا ده الفوكال كورد وادي ماس موجوده قدام الفوكال كورد، فدي سوبرا جلوتيك ماس او سوبرا جلوتيك كارسينوما. طيب الفوكال كورد كارسينوما انا برضو بعرفها من التحشيشات ازاي؟ انا قلت عشان اعتبر ان دي كارسينوما في الفوكال كورد او الجلوتيك اريا او جلوتيك كارسينوما، يعني حاجتين، اما ان يكون فوكال كورد سليم والفوكال كورد التاني بدا يتبهدل او بدا كده يبقى فوكال كورد بايظ، تمام. وهنشوف دلوقتي سلايد تاني بعدين على الكلام ده والتحشيشه دي. طيب او ان الاتنين فوكال كورد يبداوا يدخلوا مع بعض كده، يبداوا يدخلوا على بعض ويعملوا لي شكل النفق، يبداوا يدخلوا على بعض ويعملوا لي شكل النفق، وهي دي السلايد اللي قدامنا دي. هنا اهو ادي الاثنين فوكال كورد بداوا يدخلوا على بعض، دخلوا على بعض واتقفلوا على فكره من فوق، وبداوا يعملوا لي شكل النفق ده، وادي شكل النفق كان كده يعني باينه قوي ان ده نفق. طيب بعدين الكانسر بتاع اللاركس، يعني هي ما بتجيش وما توقعش ان هي تيجي، مش واضحه. دي بقى اللارنجوكتومي، ودي ارتفيشال لاركس، ده جهاز بيستخدمه العيان بعد اللارنجوكتومي عشان السبيكنج او عشان يعرف يتكلم يعني. ده تراكيو اسوفيجيال فالف بركبها ما بين التراكيا والاسوفيجس. دي ما بتجيش، مش واضحه، ودي برضو مش واضحه فما بتجيش. السلايد اللي بعد كده هي الفوكال كورد باراليسيس ان باراميديان بوزيشن. هو انا ازاي عرفت ان دي فوكال كورد باراليسيس؟ اولا مفيش اي حاجه مميزه، يعني مفيش بالونه، مفيش دايره في النص، مفيش ماس قدام الفوكال كورد،
مفيش لون مميز ابيض مختلف عن لون التيشو، فبالتالي لجأت ان انا اقارن الثيكنس بتاع الاتنين فوكال كورد. فلقيت ايه؟ لقيت ان الرايت فوكال كورد اتخن من الليفت فوكال كورد، تمام؟ عشان كده شخصتها او قلت الدياجنوزيس بتاعي هو الفوكال كورد باراليسيس. التراكيستوم تيوب دي من السلايدس السهلة عشان كده ممكن تجينا، فهي مهمة بالنسبة لنا. الابر ديب سيرفايكال لينف نود اللارجمنت واللارنجيوسيل، الاتنين دول مهمين قوي لانهم سهلين فممكن يجوا. خليك فاكر اللارنجيوسيل الشنب بتاع الراجل ده عامل حرف ال اهو، فهو ال مقلوب، تمام؟ فال ال ده هو اللارنجيوسيل. دي الهيموراجيك بوليب، ودي البوليب طالعه من الجنب الشمال، تمام؟ يعني ادي الهيموراجيك بوليب طالعه من الجنب الشمال بس هي وصلت للجنب اليمين، تمام؟ طيب ليه ما قلتش بقى ان دي نفق وما شخصتهاش على انها جلوتيك او فوكال كورد كارسينوم؟ لان هنا مفتوحه من فوق، تمام؟ يعني انا قلت هنا في النفق، النفق بيبقى مقفول من فوق اهو، شكلها واضح قوي ان مقفوله، وادي فيه يعني ده مش سيست، دي كارسينوما، دي ماس كبيره قوي على انها تكون سيست، تمام؟ ده الفرق. بعدين عندي الفوكال كورد نوديول، هو هنا قلب الرسمه، يعني المفروض المثلث ده يبقى العكس، يعني هنا هو ده كده، هو قلب المثلث، المفروض المثلث كده. فدي نوديول واتنين، طبعا اتنين هم يعتبر كده اتنين فوق لان هو مقلوبه، بس دي يعني صعبه تيجي عشان مش واضحه. هنا البابلوما ده الشكل المميز ليها، مالتيبل بابلوما في التشيلدرن، دي بيقارن لك بقى مع البوست كريكويد كارسينوما من جزء الفاركس. طيب هنا ده شكل مميز للارنجيال اديما، شكل الهارت، دي تراكيوستومي ودي صوره مهمه. هنا ده دايره، تمام؟ اول ما بصيت لقيت دايره، فدي سب جلوتيك ستينوزس واضحه جدا ودي برضو مهمه. ده لارنجكتومي، هنا فوكال كورد بوليب، قلنا ان بوليب طالعه من الجنب الشمال اهو، بوليب طلعت من الجنب الشمال مش من الجنب اليمين، يبقى دي فوكال كورد بوليب. طيب دي ليوكوبليكيا، وقلنا ليوكوبليكيا لون ابيض مختلف عن باقي التيشو، فدي واضحه قوي ان ليوكوبليكيا، ودي سلايد مهمه. لارنجكتومي برضو، هنا جلوتيك كارسينوما. طيب الجلوتيك كارسينوما دي او الفوكال كورد كارسينوما انا بعرفها ازاي؟ انا قلت من التحشيشه اما تعمل لي شكل النفق او تخلي عندي في فوكال كورد سليم والفوكال كورد التاني ده متبهدل كده او بايظ. فهنا كده اهو ادي الفوكال كورد ده سليم والفوكال كورد التاني ده متبهدل او في ماس او بايظ بالشكل ده، فده عباره عن جلوتيك كارسينوما او فوكال كورد ايه كارسينوما. طيب في بقى رسمه تاني او سلايد تاني للفوكال كورد ده، دي برضو فوكال كورد كارسينوما، ادي الفوكال كورد اليمين سليم والفوكال كورد الشمال اهو في ماس، تمام؟ مش واضح كده او بايظ او مش موجود اصلا، في ماس. طيب سوبرا جلوتيك كارسينوما قلت ان في ماس قدام الفوكال كورد، ماس قدام الفوكال كورد دي يعتبر ايه؟ ادي الفوكال كورد ورا وادي ماس قدامه، فدي سوبرا جلوتيك كارسينوما. ادي هنا اهو دي سوبرا جلوتيك كارسينوما، قلنا ان موجوده قدام الفوكال كورد. طيب فوكال كورد سيست، دي سيست اهو موجوده على الجنب اليمين، تمام؟ ادي سيست موجوده فوق ويمين، فدي شخصتها فوكال كورد سيست. دي سنجل فوكال بابلوما، قلنا في التحشيشه دي شكل مميز، دي بابلوما بقى سنجل بتحصل فيه الادلت. فوكال كورد باراليسيس المفروض هنا ان في يعني الرايت هنا بيبقى اصغر من الليفت او رفيع عن الليفت، بس مش واضحه قوي. هنا دي مالتيبل بابلوما، ده شكل برضو مميز للبابلوما، ودي قلنا الشكل المميز للجلوتيك ويب، شكل رجل البطه. وهنا دي تراكيوستومي، عمليه التراكيوستومي ده قلناها. بعدين ده فوكال كورد انجكشن، يعني دي برضو حاجه مش مهمه قوي. هنا ده ليفت كورد باراليسيس برضو مش صوره مش واضحه. هنا اريتينويدكتومي، دي عمليه الاريتينويدكتومي، ودي السايروبلاستي. كده جزء ايه؟ جزء اللاركس.